السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي لكل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وداخل المغرب تحيتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات موضوع اللي حبيت نتحدث فيه اليوم هو تسجيل هذا اللي انتشر كالنار في الهشيم في مواقع نتاع التواصل وفيه كثير من الصفحات اللي تناولت هذا الموضوع بطبيعة الحال اغلب الصفحات لا قصد الاثاره. فيه من يقول من انه بنت جزائريه. لست ادري مغنيه ولا مانيش عارف. وفيه من يقول من انه مخنث في المغرب. وفيه بعض الشباب هكذا اللي اعتدوا عليه وضربوه. وفيه ايضا بعض المواقع المغربيه وبعض الصفحات تقول من انه هذه جزائريه جزائريه وجات سكرانه وبالتالي اعتادوا عليها الناس اللي ثم وكنت سمعت ان تسجيل هذا البنت الجزائريه دارته على الصفحه نتاع الفيسبوك ونشرته بعض الصفحات وين انه هي تعترف من انه هذا التسجيل وقع في فاس لا علينا المهم ربما فيكم بعض الشباب هكذا اللي ومن حقهم هو انه يتسالوا يقولوا بلي علاش تطرق لهذا الموضوع كاين مواضيع كثيره سواء اجتماعيه ولا سياسيه ولا ثقافيه ولا اقتصاديه ولا والاحرى هو انه تتناول هذه المواضيع علاش تتحدث على هذا الموضوع حول بنت مانيش عارف كذا وثاني نفس الشيء بالنسبه لهذا الشخص هذا اللي يقولوا مخنف المساله الاخوه والاخوات ماشي بهذه البساطه مانيش مشتاق انا الحديث على باش نتحدث انا على هذا النوع من الناس وانما هذا الموضوع تم التناول نتاعو في وسائل اعلام ثقيله من بينها قنوات فضائيه وتناول نتاع هذا الموضوع موش هو نفسه اللي راح نتناوله انا هما تناولوه قصد التفرقه قصد اشعال هذا الموقع نتاع التواصل اللي هو انه الجزائري يسبخوه المغربي والله المغربي يسبخوه الجزائري ولكن انا ما رانيش راح نتناول هذا الموضوع على أن باش انا نحرض الجزائريين ولا نحرض المغاربه بالعكس اولا نبطل السحر نتاع هذا المشعوذين ايضا نحاول هو ان نقرب بين الاخوه في الجزائر والاخوه في المغرب وايضا نبهوا لبعض المسائل ذرك هذا الناس هذا مرة على مرة توقع بعض الأشياء كما تشوفوا راه الآن آ... ربما رانا على ابواب حرب في في الخليج الشيء اللي راهو حادث في بين بين قطر وبين هذه الدول مصر والسعوديه والامارات والبحرين وكذا رانا على ابواب نتاع حرب وما ناش عارفين ربما راه فيها نيه انا قلت لكم في تسجيل سابق ربما فيه نيه نتاع انشاء دوله جديده ثم في المنطقه مثل ما راه يراد انشاء دوله في المنطقه نتاع المغرب العربي بالاضافه في, في, في جهه سوريا والعراق وكذا فيه نوايا للتقسيم وهذا الموضوع ربما يشوفوه الناس قال انت راك تحكي على مخنث ولا تحكي على كذا ما هيش بهذيك البساطه يا الاخوه والاخوات ما يشك ذاك كاين واحد كتب لي تعليق قال لك او مات عندهم واحد في تيارت وواحد ما عليه الله يهديك يا الاخ الكريم ربي يهديك هذا واش نقول لك وربي يرحم هذا الاخ هذا اللي توفى ربي يرحمه وربي ان الله يعزي العائله نتاعو هذا راه موضوع نتاع بين بلدين صحيح هو انه راه موضوع تافه ولكن تافه بالنسبه للناس اللي عندهم عقول تافه للناس اللي راهم يفكروا تفه بالنسبة للناس العلماء تفه بالنسبة للناس المثقفين ولكن المشكلة ما راهيش مع هذا الناس المشكلة راه مع هذوك الناس اللي راهم يتبعوا في الأمواج واللي راهم هما يخربون بيوتهم بأيديهم يعني هما ينصقوا ويمشي ويتبعوا راهم أشعلوا ليبيا أشعلوا سوريا أشعلوا أشعلوا اليمن وقادرين يشعلوا المنطقة عادي بالنسبة لهم وهذا الأجهزة سواء في الجزائر ولا في المغرب هما يستعملوا هذا الناس هما ما يقدروش راح يستعملوا واحد مثقف والله واحد مفكر والله واحد عنده عقل هما يستعملوا هذا كله بلا رؤوس واحد يعطيه له شريط ويلا هو ما يهموش هو قال مثلا يستعمله على جلبه يعرفه الناس والله ولكن هما يستعملوه يستعملوه يعني إذا انت لما تشوف مثلا هذه البنت هذه دير هي تسجيل وتنشره وتقول باللي احنا مثقفين في الجزائر واش معناتها معناتها انها راه تدفع في الاخوه في المغرب على جال باش هما يسبوا الجزائر بمعنى انه زعما في الاخوه في المغرب مش مثقفين عندهم ادباء عندهم كفاءات مثل راه موجوده في الجزائر إذا هما يستغلوا مثل هذه المواضيع في أوقات معينة مرات تكون هناك أشياء راها دوك تحدث في هذه المنطقة نتاع الخليج أيضا في سوريا في ليبيا في كذا من أجل التغطية ومن أجل إلهاء هذه الشعوب أيضا مرات هو أنه تكون هناك صفقات راها تجري صفقات سواء في المغرب ولا في, في الجزائر صفقات راها تجري هما يرميوا مثل هذه الأشياء بكري كانت عندهم الوسائل فقط هي الصحافة المكتوبة والصحافة المسموعة والمرئية لأنه ذوك الآن صارت هذه المواقع هذه صارت هي تصنع الرأي وبالتالي هما ذوك يرميوا هذه الأشياء مرات يرميوا إشاعات مر مرات يرميوا أخبار ملغمة إلى غير ذلك وعلى جلبة هما أولا مرات يستعملوا صفحات مجهولة قادرة تحمل اسم جزائري وهي مغربية والعكس يستعملهما يستعمل مثل هذه الأشياء قصد ضرب مصداقية نتاع ناس معينين صفحات معينة إلى غير ذلك لذلك الإخوة والأخوات ما لازمش تفهموا من أنه احنا رانا نتناولوا هذا الموضوع قصد الإثارة ولا قصد رانا احنا شاتين الكلام ولا رانا احنا مشتاقين الكلام لا بالعكس حنا حبينا على جل باش ننبهوا لهذه المساله راكم شفتوا في وقت سابق تناولوا مساله نتاع واحد قال لك ها هو دار جنسيه مغربيه وتناولوا ايضا مساله نتاع الباسبور نتاع واسمو الشاب خالد هذاك ومواضيع من هذا النوع مره استعملوا هذاك النصاب هذاك وكثيرين يعني هما مرة على مرة يستعملوا مواضيع هكذا قصد الإثارة بين شعبين احنا رانا ننبهوا لمثل هذه المسائل الاخوه في المغرب خاوتنا خاوتنا الناس اللي هما يقولوا باللي الاخوه في المغرب ما مش خاوتنا هذو هما نفسهم راهم يعتبروا جزائريين يعتبروهم باللي راهم ناس محتلين لذلك هما مساله الوحده هذه تزعجهم بالعكس هما هذه الاشياء يرتزقوا منها بالعكس هذه الاشياء هما يدعموها على جال باش يسبوا المغاربه ونفس الشيء كاين الناس في المغرب نفس الشيء يستعملوا هذه الاشياء على جال باش يسبوا الجزائريين لذلك الاخوه والاخوات ما لازمش تفهموا باللي رانا نتحدث نتحدثوا على هذه المساله يعني هكذاك ب... لمجرد الحديث ابدا نتلاول له هذه المساله لانها اخذت ابعاد لانها راه تحدث فتنة بين بلدين ولأنه راهو عنده تأثير على الشباب راكم تعرفوا الشباب في هذا السن نتاع المراهقة ويتناولوا مثل هذه الأشياء وفي المقابل الناس قال يستغلوا مثل هذه الأشياء قال عوض هو أن الناس تواعي عوض هو أن الناس تدعي إلى الأخوة وإلى المحبة وإلى التقارب بين الشعبين وبين البلدين فيه بعض الناس تستغل مثل هذه الأشياء اولا يستعملوا هذه مثلا البنت هذه قصد زعما قال ضرب النظام في الجزائر ونفس الشيء كاين ناس ثاني كيف كيف من يستعملوا هذا الشاب هذا المغربي على جال باش هما يضربوا قال زعما النظام المغربي احنا نحاوسوا على جال باش يكون هناك تقارب بين الاخوه وما لازمش تنطالي على عليهم هذا الحيل لانه هاد الناس راهم يستعملوا في هذه التسجيلات يستعملوا في هاد الناس المشوهين على جال باش يخدموا بهم هما ما يقدرش يروحوا يجيبوا وحده بنت اصل وبنت فاميلا من من العائله نتاعها ويخرجوها لبرا ويخدموا بها مستحيل والله يروحوا يجيبوا واحد ولد اصل ويخدموا به مستحيل ولا يروح يجيبوا واحد مثقف والله معني بلش هناك ذا ولا مفكر ولا لا هما يروحوا يجيبوا البيادق يستعملوهم واحد يلغموا له معلومات يعطيوها له على جل باش ينشرها واحد يكلفوه قال يلا سب المغرب او قال سب الجزائر وهكذا هما اذا راهم يرتزقوا من هذه الاشياء ويثيرونها في اوقات معينه قصد التغطيه على اشياء وقصد التغطيه على مشاريع وعلى صفقات وقصد إثارة البلبلة بين الشعبين لأنه البلبلة هذه تخدمهم فهمت ايوا هو انه الناس راه نقص في المشروع قال الغلاء نتاع المعيشه في الجزائر ولا في المغرب راه نقص في هذا المسائل نتاع الانقطاعات نتاع الكهرباء ونتاع الماء وهذا الاوساخ اللي راه تنتشر في الطرقات نتاع التشرد راه نقش الناس في 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 مواضيع مختلفه اجتماعيه وثقافيه وسياسيه لا هما يثيرون هذه الاشياء على جال باش هما الراي العام على القضايا المصيريه لذلك التناول نتاع هذا الموضوع هو مش هو نفسه اللي يتناوله جهات واحده اخرى وحتى باش ما نطول على الاخوه والاخوات ارجو هو ان راه المساله هذه توضحت لكم كاين راه ناس هما مرات يعني نعطيكم كمثال غير بعيد تصلبية بيا واحد هكذا من الاخوان اللي مولفين يتصلوا بيا ويتواصلوا معايا واخبرني قال لي باللي راهو اخبر هاد الدور باللي راهو زروال توفى بطبيعه الحال لو كان يكون انسان ما يتثبتش هو يروح مباشره قال راهو هذا الشخص هذا راهو موثوق والله ينشر الخبر لكن بحكم هو اننا مسلمين ولازم الانسان هو انه يتثبت انا بدل من نشر الخبر نشرت صورة نتاع زروال وقلت انا الاخوه والاخوات قولوا رساله الزروال بداو الناس يعلقوا وهذيك التعليقات هذيك تعطي لك فكره تعطي لك صوره لانه كاين صفحات اخرى تناولت الخبر هما مرات يثيرون بعض الاخبار هكذا الملغمه على جل باش يضربوا واحد في المصداقيه نتاعو غدوه مثلا تخيل راكم شفتوهم ديجا يعني كاين واحد اللي يقول اعلن باللي راهو في الإقامات ولكن ما عندهمش وجوههم ممسوخين ما نورمال لكن انسان اللي تكون عنده مصداقيه وانسان يتثبت من الاخبار والله ما ينشرش مثل هذه الاخبار انا لما نشرت التسجيل هذا كانت بعض المواقع وبعض الصفحات تناولاته وحتى انه قناه نتاع الشروق تناولاته يعني انا قبل ما ننشر هذا التسجيل شفته على قناه الشروق وطرحت مجموعه من علامات الاستفهام لما نشرت التسجيل يعني درت انا التعليق حبيت باش نشوف انا الراي نتاع الاخوه في الجزائر وراي نتاع الاخوه في في المغرب ولكن كان نفس الشيء يعني نفس الناس اللي كانوا هما يسبوا في المغرب صاروا يسبوا في المغرب ونفس الناس اللي كانوا يسبوا في الجزائر صاروا يسبوا في الجزائر إذن انا ما رانيش نتحدث هكذا برك انا راني شوف بينت لكم باللي هذ الناس اللي راهم ما يستعملوا في هذا الاخبار الملغبه ها جبدناهم ها رانا كشفناهم ها خرجناهم بانوا الحقيقه نتاعهم بطبيعه الحال هما يستعملوا يستعملوا يلعبوها معارضين يلعبوها تقات يلعبوها فقهاء على جلبشهم ما قال هذه صفحه نتاع فتنه رغم انه هما اللي يثيروا في الفتنه هما اللي شعلوا فيها بين الجزائر والمغرب وفيما بعد يلبسوا الثوب نتاع الورع ونتاع التقوى ونتاع كذا هذه باختصار المهم الاخوه والاخوات اتمنى هو ان راني افدتكم بهذا التعليق القصد نتاعي هو ليس الحديث يعني على الاشخاص هذو وانما على الاستعمال نتاع هذا الناس هذو ومثل هذه القضايا قصد نشر الشقاق والنفاق بين البلدين الشقيقين وكاين الناس بطبيعة الحال راه ترتزق بمثل هذه الأشياء تحياتي لكم جميعا إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته